في نقطة معينة حابة أتكلم فيها، هي فكرة سقف التوقعات. الفكرة مش فكرة إن احنا يعني بندعو للإحباط ولا أي حاجة من الكلام ده، بالعكس خالص. أنا دايما مع الإيجابية، ودايما مع فكرة إن الإنسان يكون إيجابي ودايما يبعد عن أي فكرة سلبية. بس هي الفكرة كلها إن في جزئية معينة حابة أتكلم فيها، هي فكرة إن الإنسان ساعات بيبقى متوقع من نفسه دايما يعني أعلى حاجة، وبيعلى بسقف توقعاته لأعلى درجة، لدرجة إن هو بيبقى منتظر من نفسه نتيجة معينة، فبالتالي بيبقى قاعد منتظر النتيجة دي، وبيبقى منتظر نتيجة المجهود أو نتيجة الحاجة اللي بيسعى فيها. فبالتالي لما بيلاقيش النتيجة زي ما هو محتاجها أو هو شايفها في خياله، يعني بيحصل له حالة اصطدام مع الواقع، وبيحصل له حالة اكتئاب، وبيحصل له حالة كبيرة من عدم الرضا، وده بيحصل مع ناس كتير قوي. النقطة دي حابة اتكلم فيها. جميل جدا برضو ان احنا نبقى طموحين، وجميل جدا ان احنا نبقى راسمين في خيالنا نتيجة معينة، بس مهم قوي واحنا بنرسم في مخيلتنا نتيجة معينة، او ان احنا بنحاول ان احنا نحقق اهدافنا، ان احنا ما نعلاش قوي لدرجة كبيرة جدا من التوقعات، لدرجة ممكن تفوق مثلا قدراتنا، وبعدين نرجع نصطدم مع الواقع ونقول لنفسنا طب ما احنا يعني النتيجة ما بقتش زي ما انا متخيلها، او النتيجة مش هي اللي انا اللي ترضيني بمعنى اصح. فمهم قوي ان احنا نركز على النقطة دي. طبعا يعني مفيش طبعا حاجة مستحيل أكيد في حياتنا، وأكيد ربنا قادر على كل شيء، دي حاجة مفروغ منها. بس احنا بنتكلم برضو من ناحية العقل ومن المنطق، إن الإنسان يعني إيه يبقى عارف قدراته، عارف إيه الحاجات اللي ممكن يوصل لها، وإيه الحاجات اللي ممكن تبقى بعيدة قوي قوي بالنسبة له. فلازم وإحنا بنفكر، لازم وإحنا بنحط سقف توقعات معين علشان ما نحبطش، علشان ما ندخلش في مود اكتئاب او مود خنقة او مود فقدان مثلا طاقة او فقدان شغف. يعني في ناس ممكن تبقى بتشتغل بحماس جدا وعندها موتيفيشن وتحفيز، ويعني بتجري في اللي هي في سعيها، سواء شغل سواء دراسة سواء اي حاجة بتعملها، و بتبقى متخيلة من نفسها درجة كبيرة جدا جدا. ممكن للأسف وهم بيفكروا، يعني أوقات بتبقى التوقعات دي أكبر جدا من قدراتهم، فبالتالي للأسف الشديد يعني في الأغلبية العظمى طبعا يعني اللي بيفكر بالطريقة دي. احنا بنتكلم في إن الإنسان يحط لنفسه سقف توقعات معقول، يبقى في نفس الليفل أو نفس مستوى القدرات بتاعته اللي ممكن يوصل لها. اكبر من كده بقى ان هو يعني ساعات يعني في بعض الناس ممكن تحلم احلام بتبقى تكاد تكون مستحيلة، وانا بأكد برضو في كلامي عشان ما نقولش يعني محدش يقولي ما فيش حاجة في الدنيا مستحيلة وما فيش حاجة بعيدة على ربنا، ده اكيد دي حاجة اكيد، واكيد طبعا ربنا قادر على اي حاجة. بس انا اللي انا اقصده ان احنا يعني يعتبر يعني احنا مش في زمن المعجزات، فيعني الانسان يحاول برضو يفكر من نقطة المنطق شوية، فيحاول يعرف ايه هي قدراته، ايه هي الحاجات اللي ممكن هو يوصل لها، ايه هي الحاجات اللي ممكن لو اجتهد واشتغل، ايه هي يعني اقصى ليفل في التوقعات بتاعته، فبالتالي ما يطلعش قوي بسقف توقعاته لدرجة كبيرة قوي. فبالتالي لما بعد كده يلاقي نفسه ان هو ما وصلش للمرحلة او الليفل اللي هو عايزه، بيبقى ساعتها بقى يعني بيبقى في حالة صعبة جدا، وممكن ناس كتير قوي ممكن تكتئب، ممكن تدخل في مود صعب. هي الفيديو ده انا عاملاه علشان يعني في بعض الناس ده ممكن يكون سبب رئيسي في ان هي بتدخل في حالة اكتئاب او حالة عدم رضا او حالة من فقدان الشغف، وبتبقى فعلا الموضوع بيبقى صعب جدا معاها، وممكن تقعد فترة طويلة جدا في ان هي ترجع تستعيد شغفها او تستعيد طاقتها من اول وجديد.
فالنقطة دي لازم نركز فيها، ولازم واحنا بنفكر، يعني انا دايما بتكلم في فكرة التفكير، ان احنا بنفكر ازاي علشان يبقى فيه نسبة كنترول في التفكير بتاعنا واحنا بنفكر، لان التفكير يعني اغلب طريقة تفكيرنا في الحياة، سواء تفكير ايجابي سواء تفكير سلبي، سواء بنعلي في سقف توقعاتنا، ده كله هو السبب الرئيسي في المشاكل اللي بتحصل لنا في حياتنا، سواء مشاكل نفسية، سواء مشاكل بتحصل لنا في حياتنا، سواء في شغلنا، سواء في نظرتنا للحياة. فمهم قوي النقطة دي نركز عليها، ونحاول بقدر الإمكان ان احنا سقف توقعاتنا ما نعلهوش لدرجة كبيرة قوي قوي قوي. انا ما بقولش ان احنا ما نحلمش، وما بقولش ان احنا ما نكونش طموحين، بالعكس جدا، ودايما بأكد في كل فيديو، انا بالعكس انا دايما بحب ان انا احفز نفسي، وان انا احفز غيري، وان انا يكون في إيجابية دايما في كل الفيديوهات. بس الفكرة ان النقطة دي نركز فيها، ان احنا ما نعلاش قوي يعني بقدراتنا بمراحل، ونرجع نزعل بعد كده ونقول لنفسنا احنا ما قدرناش نحقق الأحلام اللي احنا بنحلم بيها. بس ده كان الفيديو، أتمنى أكون قدرت أفيدكم، ويا رب تكون الفكرة وصلت. ميرسي جدا جدا ليكم، باي باي.